بل ما نحكي احبابي على تصريح معز بن شريفية للعربي الجديد، نحكي على نادي العربي الكويتي اللي موجود في تربص تحضيري بتونس انطلاقا من 23 جويلية الجاري ويتواصل 12 اوت القادم، وفين بش يلعب نادي العربي ضد الترجي وكذلك ضد النجم في مواجهتين وديتين، كما ينتظر موقف هيئة الافريقي لخوض مواجهة ودية اثناء التربص في تونس. وتوا نحكيه على شنو قال معز بن شريفية وتصريحاته الأخرى والفترة الصعيبة اللي يعيشها ومستقبله مع الترجي، بالإضافة إلى كشفه عن سبب خروج فريقه من دوري الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليج. وبسؤال معز بن شريفية، أصبحت تجلس على مقاعد البدلاء، ما دورك مع الترجي الآن؟ أجاب: عندما تنزل إلى الميدان بقميص الترجي فإنك تنسى كل شيء حولك، لعبت أو لم تلعب، الهجس الأول فوز النادي في المباريات. وبسؤال بن شريفية ما سبب الهزيمة أمام وفاق ستيف والخروج من الأبطال الإفريقية؟ أجاب: الخروج من الدوري الأبطال الإفريقية ألخصه في كلمة واحدة، هي أن الحظ لم يكن إلى جانبنا، وفي هذه المباريات عندما تريد التأهل وتأتيك الفرصة في مباراة الذهاب يجب عليك استغلالها، لذلك فقد أضعنا التأهل منذ المباراة في الجزائر التي أضعنا فيها فرصا عديدة وسهلة للتهديف. وبسؤال حارس المرمى الترجي: هل تشعر بالحزن لاستبعادك عن التشكيلة الأساسية للمكشخة؟ قال: هذه ضريبة أن تكون قائدا في الفريق، لن يتحمل مسؤولية الخروج من دوري الأبطال الإفريقية لاعب شاب في بداية الطريق، أتقبل ذلك بصدر رحب، رغم أن من الطبيعي أن تكون للرغبة في أن أستمر باللعب لتحقيق أهدافي. وبسؤاله عن المستقبل: هل تفكر في مستقبلك حاليا مع الترجي؟ أجاب: في كرة القدم لا يوجد أي شيء مضمون، اليوم لا تلعب لكن غدا تجد نفسك في الملعب، أستطيع أن أقول لك اليوم أنني سأغادر لكن يمكن أن ينقلب كل شيء، لأي ظرف ما يمكنني من اللعب وتقديم مباراة مميزة فتتغير الأمور، لا يزال عقدي متواصلا مع الفريق، لذلك فمستقبلي بيد الترجي. ومن سؤالي على الأخبار الترجية ننتقل إلى المنتخب الوطني التونسي والمونديال القطري 22، حيث تم سؤاله على موقع العربي الجديد: هل أصبحت مشاركتك في مونديال قطر بعيدة؟ أجاب بن شريفية: لا، كل شيء ممكن، لا تزال هناك أشهر تفصيلنا عن كأس العالم، ومن هنا إلى ذلك الحين سيتغير العديد من المعطيات، خصوصا أننا سنكون مقبلين على موسم جديد وتحضيرات جديدة. وعن التعرض لانتقادات حادة: هل أسهمت مواقع السوشيال ميديا بإبعادك عن المنتخب؟ بجر: لقد تغيرت كرة القدم كثيرا، وأصبح تأثير الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كبيرا، حيث سعت بعضها لتشويهي ووقعت ضحية لها، كذلك قد يكون تقصيرا مني لكوني لا أتكلم عن حقي عندما لا توجه الدعوة إلي. وعن رأيه في الحراس الأربعة الموجودين في منتخب تونس، قال معز بن شريفية: لدينا العديد من الحراس بصدد تقديم عام مميز من جميع النواحي، بشير بن سعيد وأيمن دحمان لديهما عامان مع المنتخب وأصبحت لديهما الخبرة اللازمة. وبسؤاله ورأيه عن زميله صدقي الدبشي في الترجي: في كرة القدم لا يوجد حارس شاب، فقد خضت أول مباراة لي في سن 17 عاما ضد الاتحاد المنستيري عام 2009، لا يمكن أي لاعب أن يتحسن إلا بالمباريات، فقط الدبشي يحتاج للوقت والثقة، لذلك توجه للجمهور بتركي يلعب ويخطئ قبل اتخاذ الحكم النهائي بشأنه. وختاما: كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في الكأس المونديالية؟ أجاب: لا أخفيك سرا عندما أصارحك بأن منتخب تونس هو الأقل حظوظا في البطولة بين جميع المنتخبات العربية، فمنتخب المغرب يملك لاعبين مميزين يلعبون في أفضل البطولات العالمية، أيضا المنتخب السعودي يملك فريقا مميزا بفضل الدوري القوي الذي يملكه. بالنسبة للمضيف القطري، المنتخب لديه سنوات بصدد تكوين المنتخب الحالي، وقد قاموا بتحضيرات على أعلى مستوى مع منتخبات أوروبية قوية وأخرى من أمريكا الجنوبية، لكن رغم ذلك يمكن للمنتخب التونسي الفوز ببعض المباريات مع قيامه بتحضيرات قوية، علاوة على تدعيم الفريق بمواهب قوية تنشط في أوروبا، فإننا قادرون على التألق.